تتفتق الغرائز تتفتق عن لا شيء، وكما قال مينا بلس: القمر لا يكتمل إلا يوم واحد في الشهر. بتضحك على ايه يا لا شيء انت؟ معلش يا دكتور، اصل يعني بصراحه ما قدرتش امسك نفسي، حضرتك بتقول مينا بلس وما قلتش الشارع ايه، فالدنيا اقعد. اسف. كان افلاطون يشرب الماء وياكل الغزال ويقول ما ما انت تجاوزت حدودك يا فاشل. انت اللي فاشل ومدعي. اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ سلمى، سلمى الحقيني يا سلمى. في ايه يا حبيبي؟ حلم مزعج. لا حلم ايه؟ كابوس، كابوس مخيف. الكابوس اللي دايما يجيلك ان المايوه دايما بيتسرد منك وانت في الحرم الجامعي. يا ريت كان الحلم ده على الاقل يجيب طراوه في الحر اللي احنا عايشين فيه ده. لا التاني كابوس، الواد اللي بيجيني في المحاضره يشتمني ويهزقني، اموت واعرف الواد ده مين. خلاص يا حبيبي، لما يجيلك تاني مره في الحلم ابقى اساله انت مين. وبالمره اجيب لك نص كيلو جبنه اسطنبولي من عند البقال وانا جاي. يا سلمى، هو في حد بيتحكم في احلامه؟ ايوه طبعا. انت قبل ما تنام يا حبيبي ابقى فكر في الحاجات اللي انت عايز تحلم بيها. اموت واعرف الواد ده مين وعايز مني ايه وبيجيلي في الحلم ليه. ازاي يا استاذ سلمى اتخبطتي في مخك ونزلتي تعملي الفطار بنفسك؟ يا اخي كانت خبطه في دماغك. انت عارفه لولا ان انا خايفه على اكل عيشك ان كان زمانك مشيتك من زمان بسبب طوله لسانك دي. ايه اللي هيخليكي ليا يا اميره؟ بصي بقى، انا من هنا ورايح انا اللي هعمل الفطار، انا هعمل اكل ما حصلش. ده بونبون اشتكى من اكلك. حرام والله حرام. مساء الخير يا طنط. صباح الخير يا ام عصام. يا دوبك اكل لقمه كده في السريع عشان الشله مستنيين عشان نروح مكتبه الاسره الاسبوع الجاي ونفضل قاعدين طول الفجر وطول المغرب. معلش يا جماعه، شيرين ما بتصحى بدري كده كده. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ دي شكشوكه. ما انا عارفه انها شكشوكه وانا قلت انها بسله، بس ايه ده؟ ايه العك ده يا ام عصام؟ اصل الاكل ده ايه؟ ام عصام شيل العك ده. عيني ام عصام، سيب العك ده. عيني التانيه. هو الفطار ده اللي موجود عندنا النهارده، ثم احنا ما عندناش بيض تاني. بابا اديها 1000 جنيه تنزل تشتري بيض من عند المقله. ما فضلش كمان غير شيرين اللي تتريق على فطاري. لا ما تقوليش بقى يا سلمى، احلى حاجه في شيرين نفسها في الطبيخ، وده اللي خلانا نستعملها بعد موت امها الله يرحمها. ايه رايكم يا جماعه شيرين تطبخ لنا الغدا النهارده؟ ها انا موافق، بس على شرط. نطلب المطافي والاسعاف وقوات الامن. كل دول هيتغدوا معانا؟ يا مصبتي يا اختي، انا ما استحملش كده حتى على الصبح. شرطي الهدوء، ما حدش يهوب ناحيه باب المطبخ الا باذني. حتى انا لو سالت عليا ما تدخلونيش، ولو دخلتوني هخرج. وانا انا بقى ها يخليها. يا سلام، بقى انت معقوله لوحدك عملتي كل الاكل ده في ساعتين بس؟ الموهبه دي حاجه غريبه جدا، حتى انا مش قادره افسرها. كفايه لوكلوك بقى يا جماعه وكله. انا قايل لكم شيرين نفسها خطير في الطبيخ. انا شخصيا طالبه ديليفري. ايه ماما مالك حبيبتي متألمه؟ ايه جالك تسمم؟ مالك حبيبتي؟ ابدا الاكل طعم قوي 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 قوي. قولي لي حبيبتي ايه ده؟ دي شوربه او رز او سلطه او طحينه او ملوخيه. واللي ما يعرفش يتصل بزيرو 900. وده رز ودي فراخ ودي مكرونه او فوط المطبخ. شيرين يا حبيبتي، وايه دي؟ دي كفته او ايه؟ او لا لا لا، كفته. طيب وعرفتي منين انها كفته؟ عشان الكفته لونها بني والزبادي لونها ابيض. الله برافو عظيمه. لا انا مش قادره، ريحه الاكل داخله في نغشيشي كده ومش قادره، مش مستحمله خالص. بعد اذنك كده يا ست وداد هدوق، بس هدوق حته.
عليا. اسكتي انت يا ست سلمى، اصلك ما دقتيش، خليكي في الشكشوكه بتاعتك. روحي ستي، روحي ستي، شوفي مين على الباب، اكسبي فينا ثوابنا. واطيه قال يعني الاكل حلو قوي. كذابين. مساء الخير. مساء النور. الحقني بقى، هو ريحه الاكل دي جايه من عندكم؟ ايوه يا سيدي، وبعدين انا مش قلت عايزه البطاطس كريسبي؟ كريسبي ايه وبتاع ايه؟ بقى في حد في بيت وريحه الاكل دي ويطلب دليفري؟ تعال اتفضل، كل لقمه معانا يا باشمهندس، اتفضل. يا سلام، حلو قوي. ايه يعني كل ده؟ ده عسل. الله، لا لا حقيقي حلو. لا انت اللي مصبعه الكفته دي؟ الله، والنبي والنبي يا كابتن، اذا سمحت بس المعلقه من اللي عندك، اذا سمحت. الله يسترها. اه والله. امتى لك؟ يا ريتنا جبنا بونبون ياكل معانا. سلم ايدك، امنت بالله. اجيب لكم بقى الحلو. حلو 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 يا حلو، حلو يا حلو، حلو يا حلو، حلو يا حلو. مين ده يا اخوان؟ يا شيرين يا حبيبتي، جبتي الحلو؟ برافو عليكي، كتري المقلبيه بقى. ايوه انا بحب المقلبيه. ايه ده انت؟ ايوه جبت لك الحلو وما كترتش المقلبيه لانك ما تستاهلهاش. انت مين؟ انا ذنبك، انا عذاب ضميرك، انا اللي اتسرقت منه مهلبيته. ها، انا السؤال والجواب، انا الناجي، انا الناجي، انا الناجي. يا ايوه، يعني دي حاجه حلوه ولا ايه دي؟ معرفش. ها، اطلع بره بره. اطلع بره اوضتي؟ اطلع بره انت. ماشي هطلع بره، بس هاخد المهلبيه معايا، هاخد المهلبيه معايا، هاخد المهلبيه معايا. مهلبيه؟ لا مهلبيه لا، الموضوع ده ما يتسكتش عليه ابدا. فيش هنا ولا هنا ولا هنا، خد شوف انت بدول ان شاء الله هتلاقيها. ايوه يا ناجي محمد عبد العليم. ايوه ده كان من انبغ الطلاب عندي، مليني نمرته. 3-5-2-4-7-1-0. الو، مساء الخير يا فندم، ناجي موجود؟ ورشة؟ ورشة ايه؟ بتاعته؟ هو الصنايعي؟ آه لا، انا الدكتور حسين، كنت المدرس بتاعه في الجامعة. وصل؟ طب اديني اكلمه لو سمحت. ايه يا ناجي؟ ايه يا حبيبي؟ انا عملت فيك حاجة يا ناجي؟ انت زعلان مني يا حبيبي؟ ايه يا دكتور، قالك ايه؟ حاجة غريبة قوي، كل الطلبة بتوع اللي اتخرجوا يا بقوا صنايعية يا بقوا فوعلية، أكيد فينا حاجة غلط، في حاجة غلط. لا والله مش فينا، مش فينا احنا يا دكتور، مش فينا. الحكاية كلها في المناخ العام، في البيئة. ده السنة كلها بقت صيف يا أخي، مش عارفين نشتي. صيف؟ أنتِ بتهزري وأنا دمي محروق؟ عشان خاطري، عشان خاطري. يا طنط ما ينفعش أعلمك، الموهبة دي عاملة زي الطلب لما ينام. طيب أغريكي إزاي بس؟ بصي قولي لي انت نفسك في ايه في مقابل انك انت تعلميني المكرونه البشاميل. انا نفسي في حاجات كتيره قوي. حلوه قوي. زي ايه؟ نفسي التاكسي يبقى لونه بيربل. طب بصي انا هعلمك ازاي تعدي الشارع من غير ما حد يمسك ايدك. الله، خلاص اتفق، يلا نبدا التعليم. يلا اول حاجه بقى هاتيلي ايوه انا معاكي اهو. ال انا معاكي. ايوه ال صينيه. لا طب مكرونه. لا دقيق. لا لبن. لا لا لا. عروستي. ده احنا جايين نهرج بقى مش نشتغل يعني. حقك عليا، حقك عليا، حقك عليا، انا غلطانه. طب اوصفيني شكلها ايه يعني؟ هي بتبقى مدوره
وبنمسكها في ايدينا. صينية؟ لا. كنكة؟ لا. اللهم طولك يا روح. افتكرت الفوطة. صدقي اني انا غلطت. ايه بس عشان يعني اهو عشان ننظف الترابيزة قبل ما نبدأ يعني ونبدأ على نظيف. اطلع برا اطلع برا اطلع برا اطلع برا. واضح من قعدتك كده انك حاسس بالندم. انت اتأخرت ليه؟ انا بقالي نص ساعة نايم لدرجة ان كنت هنام في الحلم. عرفت انا مين ولا رقع لك صداغك؟ لا احترم نفسك واعرف انت بتتكلم مع مين. وبعدين ايه ده؟ ايه اللبس القصير ده؟ انت عارف ان انا ما بحبش الاحلام قليلة الادب دي. ما لو كنت جيت لك بالجلابية القصيرة بقى. الظاهر انك ما تعرفش انا مين. هتكون مين يعني؟ فراشة ولا دبانة بيضة؟ كده بقى. لا لا ابوس ايدك ارجوك ارجوك. انا تافه انا ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه. اخيرا اعترفت بالحقيقه. بس كده بقى. عندما يتحول الكم الى كيف تصبح الاشكال المخروطيه بلا قيمه وعديمه الفائده. فاكر الكلام لهبل ده بتاع مين؟ فاكر ولا لا؟ مدعي يا حرامي يا فاشل يا فاشل يا فاشل. يا فاشل يا فاشل يا فاشل. انت فاشل. احمد عبد الصمد الناجي. سلمى يا سلمى. ايه يا حسين في ايه يا حبيبي؟ انت فين يا سلمى الساعه 5 الصبح؟ اصل شيرين كتر الله خيرها يعني علمتني المكرونه والبشاميل. احنا سلقنا المكرونه خلاص بس لسه فاضل البشاميل. مكرونه ايه وبشاميل ايه بس؟ سلمى انا وصلت لحل اللغز. سر الناجي وصلت له. كنت بعمل كتاب عن الديالكتيك وعلاقته بالاشكال المخروطيه. لقيت في الكتاب ده ورقه بحثيه مقدمه من طالب خدتها من غير قصد يعني. تخيلي مين الطالب ده؟ احمد عبد الصمد الناجي. سرقته يعني؟ معقول يا سلمى؟ انا برضو بسرق افكار. معقول ابني مستقبل العلمي على انقاض مستقبل طالب؟ طب خلاص يا حبيبي ريح نفسك انت ونام دلوقتي. مجد ايه وكلام فاضي ايه؟ انت لما تصحى ان شاء الله ابقى اتصل بالطالب ده واعترف له بالحقيقه. لا انام ايه، انا خاف يجيلي في الحلم تاني ويكون لابس جلابيه اقصر من اللي كان لابسها. طب خد كده قلب هدوء. ربنا يسوس لك ضرس العقل وما يكونش له حل. عقل ايه انت كمان؟ دوري لي على ضرس تاني عشان الدعوه تستجاب. ايه يا طنط انت بتدعي على مين؟ واضح ان انت اللي بتدعي عليها دي مضايقاكي جدا. اسكتي خالص اسكتي خالص. انت بقول لك ايه؟ كنت هتتسببي ان صينيه البطاطس كانت هتتحرق. يا صبتي انت مش همك غير البطاطس وبنتك اللي محروقه دي. حبيبتي يا بنتي انت بنتي والضنايا ولو انك مهببه يعني، بس صينيه البطاطس برضو يا حبيبتي معزتها من معزتك بالظبط. انا كان خلاص فاضل لي هسه وتطلع صينيه المكرونه بالبشاميل اللي قدامي. كنت عامل اهم انجاز في حياتي العمليه. طب وبعدين ايه اللي حصل يا حبيبتي؟ مفيش. الاخت الفاضله جت فتحت البوتاجاز على الاخر وراحت فاتحه الفرن وقعدت تكتب في قصيده شعر في صينيه البطاطس. بيني وبينك صينيه البطاطس يتكتب فيها ملاحم شعريه. انا كده افتح البوتاجاز راح هابف في وشي بمكروناته ببطاطسه. هو يا بنت انتي ما حدش قالك ان النار بتلسع؟ ما حدش من اهلك ولا قرايبك ولا المناطق المحيطه قالك انه في فرق بين الثلاجه والبوتاجاز؟ هما بيقولوا حاجات كتيرة قوي. ده مرة وليد قال الساعة كام لقيت شناوي بيرد عليه بسرعة. يا مصيبتي يخرب بيت ذكائك. أنا متأكدة إنك أنت بتجيبي الأكل دليفري من بره وبتقولي إنك أنت اللي عاملاه. لا 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 دليفري إيه يا حبيبتي؟ أنا لا دقت ولا شميت ولا استطعمت أبدا الأكل طعم زي ده. طب إزاي؟ 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 أقعد يا طنط أنا هشرحلك. بصي في حاجات كده ما بتجيش بالتعليم بتيجي رباني. وبيني وبينك انا ما ببقاش لوحدي، هما بيبقوا معايا. يا ماما
هم مين؟ ايه ده يا رجليه طبعا، ايه افتكرتوا العفاريت مثلا؟ عفاريت؟ بصي يا طنط، انا اكتشفت ان انا مش شاطره في الشرح. بس يا اختي ورم يا بنت في كل حاجه، فلوطه في كل حاجه، الحاجه الوحيده اللي ما تعرفيهاش انك ما بتعرفيش تشرحي يا غاليه. واكتشفتيها امتى يا روحي؟ وانا بضرب البيت. بيت؟ مش انت بتحبي البيت بالبسترما؟ هموت في البيت بالبسترما، اعملي لنا بيت بالبسترما من فضلك. اضربي لنا قرص. لو عايزيني اعمل لكم بيت بالبسترما اطلعوا بره. في سبيل البيت بالبسترما؟ ليه ليه ليه؟ نطلع بره ليه؟ نطلع بره ليه؟ عشان انا ما بحبش اشتغل وحد واقف عندي. يلا بره. يلا بره. قوم قوم قوم. مدينة تصورها أفلاطون وتصورها صورة بقى 6 في 9. رأيي أنا أجي فيه إيه؟ ما أنا لقيتك تقلت شوية في العشاء قلت أجي أزورك بقى. معاك حق، المكرونة اللي بالبشاميل وطاجن الحمام كبسوا على نفسي. حبيبي ألف هنا، أسيبك أنا بقى وأطير. قشطة.